قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وقال ابن عطية: أي أخبركم بشر من ذلكم، والإشارة بذلكم إلى السطو. قال الزجاج والنحاس: بأن النار رفعت على تقدير هو النار أو هي النار. وكذا قال محي الدين درويش في كتابه، وأضاف بأنها تحتمل أن تكون مبتدأً والخبر الجملة بعدها، وأنها لا محل لها من الإعراب. وكذا قال السمين الحلبي في الدر في كتابه الدر المصول. ولكني أرجح أن تكون الجملة في محل جر بدل من كلمة شر